السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج عائله ضد عائله. عائله ضد عائله هو جوج ديال العائلات، كل وحده كتكون من ربعه ديال المتسابقين، غادي يدوزوا من تحديات مسابقات وعندهم الحق في الجوائز. ودابا كما العاده غادي يستقبلوا مسيو البروفيسور. اهلا سي اسماعيل، كي داير انت؟ لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ لاباس الحمد لله، الله يرزق الصحه والسلامه. كي داير انت؟ الحمد لله. قول لي سي البروفيسور، التحديات ديال اليوم ساهلين؟ ماشي ساهلين وماشي صعب، المهم غير التركيز، وهذا الشيء راه غينا الاعجاب ديال العائلات اللي حاضرين معنا. تبارك الله عليك سي البروفيسور، شكرا. دابا غادي نتعرفوا على العائلات اللي مشاركين معنا. عائله فلاح، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. انتم مزيان؟ اللهم لك الحمد. مرتاحين؟ الحمد لله. اول مره غادي تدخلوا شي برنامج ديال التلفازه، ضروري ما كيكون لو تخاك شويه ديال الخلعه. شويه ياك. عارفيني بنفسك وبالناس اللي معاك. فاطمه، ولدي حمزه، ولدي سفيان، اختي بشرى. واخا لالا، انت من مدينه الدار البيضاء. الدار البيضاء، اش كديري في الحياه؟ ربت بيت. ربت بيت. شكون اللي جمع هاد ليكيب؟ سفيان. ولدي جاتو الفكره؟ ان شاء الله. هذا ولدي. كاين شي تحدي كيعجبو هو؟ كاين شي تحدي؟ الرياضه، تحديه ديال المسابقات كاملين وصافي، كاع داكشي اللي كي. وإلا خسرتوا غادي تقولوا خسرنا ولا ماشي مشكل الدنيا؟ ان شاء الله نتقبلوها نتقبلوها، يا خساره يا ربح. عائلة فلاح. دابا غادي نتعرفوا على عائلة شاش. كيديري؟ لاباس عليكم؟ لاباس الحمد لله، بارك الله فيك. انتم مزيان؟ الحمد لله. بغيتكم تكونوا مرتاحين وناشطين، حنا كنجيو لهنا ماشي غير التحديات وداك الشيء، كنجيو باش نفرحوا ونشطوا. ضروري. عرفني بنفسك وبالناس اللي معك. نزار، زوجة ديالي سمية، صديقة العائلة إيمان، وولدي رياض. خاسيدي، أنت من مدينة؟ العرائش. العرائش، زوينة هاد مدينة العرائش. وي. ساكن تما ولا؟ لا، ساكن تما. ساكن تما، واخا، أش كدير في الحياة؟ خدام في واحد الكرون سيرفاس، شيف دو بيست، وتندير مجال المخيمات في الصيف. مجال ديال المخيمات، بالنسبة لهذا المجال ديال المخيمات اللي بغى يخدم فيه، واش خاصو يقرا داكشي ديال المخيمات ولا غير شي فورماسيون؟ نو، تدوز من مجموعه ديال التدريب، من التدريب التحضيري، التكويني، الدبلوم المدرب، تدريب مديرين، تدريب اقتصاد، وعاد دبلوم مدير. دونك انا تندير مدير ديال المخيمات الصيفيه في الصيف، وحتى في العطل ديال الربيعيه والعطل الشتويه. واخا سيدنا، عائله شاش. دابا غادي نمشيو نشوفوا شنو هو التحدي الاول اللي غادي يفسروا لينا مسيو البروفيسور. سي البروفيسور تفضل. التحدي الاول اسماعيل هو البوزل. أيه؟ التحدي كيعتمد على التركيز، حيث غتظهر في الشاشه صوره لمده 6 ثواني. المطلوب من المتبارين انهم يركبوا نفس الصوره على شكل بوزل، وكل قطعه جات في المكان الصحيح ديالها كتعتبر نقطه، وراه عندهم دقيقه و20 ثانيه لا غير. واخا سي البروفيسور، عائله فلاح، فهمتوا شنو هو التحدي؟ فهمتوا شنو هو التحدي؟ شكون اللي غادي يقوم بهذه المهمه؟ بشرى. بشرى. واخا عائله الشاش، شكون غادي يقوم؟ سمية. مستعدين؟ نمشي ونشوفوا التحدي الأول، بقوا معنا. دابا غادي ندوزو التحدي الأول، تحدي البوزل. غادي تكون معنا بشرى من عائلة فلاح وسمية من عائلة شاش. غادي تظهر أمامكم على الشاشة لمدة 6 ديال الثواني واحد الصورة، عقلوا عليها مزيان، لأن غادي تعاودوها بطريقة البوزل. كل قطعة كاملة نقطة. صافي؟ مستعدين باش تشوفوا الصورة. ثلاثة، جوج، واحد، أعطيونا الصورة الله يخليكم. سالات 6 ديال الثواني. كنعاود نذكركم الطريقة ديال البوزل، غادي تعاودوا لي هاد الصورة هذه، كل قطعة كتكمل نقطة. ها، يقدروا تعاونوا أنتوما العائلة، تعاون، لا حطي هنا، لا بدا يديري هذه من هنايا، لا ديري هذه من هنايا، ماشي مشكل، غوتوا، ساعدوهم، كل ما ساعدتهم كل ما غادي يسهل عليهم المهمه. صافي، مستعدين؟ حيت راه تي شنو؟ هذه القضيه كتطلب واحد لا كونسونتراسيون مزيانه. انا كنقول انتوما اربعه، كاين شي خمسه ديال القطاع وداك الشيء، خصكم تعقلوا وتقولوا لها هذه انا. صافي مستعدين؟ سي البروفيسور تفضل. ركزوا مزيان. ثلاثه، جوج، واحد، ينطلق هدا. سمية،
هذيك هذيك تما ينتهي العداد. اش قلتي يا سميتو؟ صعيبة. صعيبة. واش راجعتها صعيبة؟ اجي وحدة يلاه يخليكم. بقاو غير هنا شوفوا تما. بالنسبة لسمية قال لها تبع واحد السيستم اللي هو خرج مزيان، قال لك حطي كل شيء في الأرض باش كتبان لك الصورة، ياك؟ عاد من بعد بدا يست فيه. داك الشيء علاش حصلتي على ثلاثة؟ هنا هذه ما تنحسبوهاش، لما كنظن من بعد غادي نعطيو النقاط، كاينه هذه كاينه الاخرى وكاينه الاخرى. واش سهله ولا صعيبه؟ هي صعيبه شويه، خاصها التركيز بزاف. عرفتي علاش؟ نقول لك كنبغي نجاوب بلاصه الناس، حيت كاين الكحل في كاع الجناب. ما كتعرفيش واش ديك القطعه اللي فيها الكحل واش ديال الفوق ولا ديال هنا ولا ديال هنا، ياك؟ بصح هذاك الشيء اللي واخا رجعوا لبلايصكم كنسقوا عليهم الله يخليكم. نتائج تحدي البازل هي كالتالي: عائلة فلاح صفر نقطة، كنسقوا عليهم. عائلة شاش ثلاثة ديال النقاط. بعد ما عرفنا النتائج ديال التحدي الاول، دابا غادي ندوزوا لاول مسابقه ثقافيه، مسابقه الاسئله والاجوبه، كويز بلادي، بقاو معنا. دابا غادي ندوزوا لاول مسابقه ثقافيه، مسابقه كويز بلادي، اسئله كتعلق بالمغرب. غادي تظهر امامكم على الشاشه سته ديال المواضيع اللي عنده الحق في الاختيار وعائله الشاش الفائزين بالتحدي السابق. تفضلوا لكم الاختيار: جغرافيا، تاريخ، فن، شخصيات مغربيه، عادات وتقاليد، عادات غذائيه. شخصيات مغربية. شخصيات مغربية. فين هي شخصيات مغربية؟ ها هي. نذكركم بالقانون ديال المسابقة، كطرح السؤال عليكم نتوما بجوج، الأولاني اللي كيضغط على الزر هو اللي عنده الحق في الجواب. إلا ضغطتي على الزر وعطيتينا الجواب غلط، ما عندكش الحق تضغط مرة أخرى، كندوزو لعائلة أخرى غلط، أنا اللي كنقول جواب صحيح. فاش كنطرح السؤال كنعطي معاه ثلاثة ديال الاقتراحات. إلا ضغطتي على الزر قبل ما نقول اقتراحات ما تنقولهمش. إلا ضغطتي على الزر وتعطلتي باش نعطينا الجواب كندوزو لعائلة أخرى، كل جواب صحيح يعتبر نقطة. مستعدين؟ راه السؤال لكم نتوما ونتوما والمشاهدين. الأولاني اللي كيضغط على الزر، أتونسيون. شخصيات مغربية: هو قائد أمازيغي عرف بمقاومته الشديدة لعقبة بن نافع الفهري الذي لقي حتفه على يديه، اللي هو كسيل الأورابي، عسو الأورابي، أو زيري الأورابي. عائلة شاش. زيري الأورابي. غلط. عائلة فلاح قالت لكم كسيل الأورابي ولا عسو الأورابي؟ عسو الأورابي. غلط. الجواب الصحيح هو كسيل الأورابي. شخصية مغربية ما تعرفهاش. من صاحب رواية محاولة عيش؟ واش هو؟ محمد بوسفور، محمد زفزاف، ولا محمد شكري؟ عائلة فلاح. محمد زفزاف. صحيح. هو دبلوماسي وسياسي مغربي شغل منصب وزير الاتصال في حكومة عبد الرحمن اليوسفي بين سنتي 1998 و2000. شكون هو؟ واش نبيل بن عبد الله، خالد ناصيري، ولا محمد العربي المساري؟ عائلة شاش. محمد العربي المساري. صحيح. عائلة فلاح والاختيار، تفضلوا في الموضوع اللي بغيتم. عادات غذائية. عادات غذائية. على ما كنظن السيدة اللي اختارت عادات غذائية غادي تكون بروفيسيونيل فيها. شوية. شنو هي الحاجة اللي كتصاوبي مزيان كيقولوا لك ولادك ناري ماما، بغيناها غدا، بغيناها بعد غدا، بغيناها ديما؟ الدجاج محمر، سطيلة، سطيلة الحوت. سطيلة صعيبة.
ياك صعيبه باش تصوب البسطيله شويه ملا ماشي بزاف. اجيت البسطيله كاينه ديال الدجاج وكاينه ديال الحوت، ولكن كيقولوا اوعر بسطيله ما كديرهاش بالدجاج، كدير بالحمام. الحمام كانت قبل، كانت هي القديمه. اها دابا الدجاج. وعلاش عوض الدجاج؟ ما بقاش بزاف الحمام كيتكال بزاف بحال الدجاج. اه ولات لدان واخا. عادات غذائيه، ما هو نوع التمر الذي تعرف به مدينة فيقيق في الشرق المغربي؟ واش هو المجهول ولا عائلة الشاش؟ مجهول. غلط. عائلة فلاح. قالت لكم العزيزة ولا البوزكراوي؟ لا العزيزة. عزيزة صحيح. الشطار هي وجبة صحراوية خاصة تتكون من مسحوق. شنو هذا المسحوق؟ واش لحم الجمل المجفف ولا لحم البقر المجفف ولا لحم الخروف المجفف؟ عائلة شاش. لحم الجمل. لحم الجمل المجفف. صحيح. كنتو عارفينه؟ اه عارفينه، الصحراوي معطي لهم بزاف الجمل، كياكلوا الجمل بزاف. سيطر عندك الحق. شنو هي المنيورة حسب لهجة منطقة أزيلال؟ هي الفلاح. الفلفلة الخضراء. الفلفلة الخضراء. غلط. الفلفلة حمراء. صفراء. زرقاء. أنا ما نقولش. عائلة شاش. واش نقول لكم اقتراحات؟ فلفل الأحمر، الفلفل الحار، ولا الفلفل الأخضر؟ الحار. غلط. قالتها من بعد الحمراء. هانسي زربت عليها. واخا. عائلة شاش تفضلوا لكم الاختيار في الموضوع اللي بغيتوا. فن. 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 من هي السيدة الوحيدة التي كانت مع فرقة المشاهد؟ كانت غير وحدة بيناتهم. شكون هي؟ سكينة. كانت فلاح. سكينة. صحيح. انت كتصدي لهم شويه، كتعرفيهم مزيان شويه. كنعرفها هي السكينه هذه. عرفتيها؟ عرفتها. ما هو اخر عمل تلفزيوني شارك فيه الراحل محمد البسطاوي؟ باقي ما عطيتش اقتراحات غتصعب عليك. سلسلة دار الغزلان. صحيح. صحيح، ولكن الفوزور كاد اجت الفرقة. شكون هي الفنانة التي لقبت اسمهان المغرب من بين هذه الاسماء؟ سناو. حياة الادريسي، كريمة الصقلي، لطيفة رأفت. عائلة الشاش. لطيفة رأفت. غلط. حياة الادريسي. غلط. كريمة الصقلي. عائلة فلاح لكم الاختيار تفضل. عادات وتقاليد. عادات وتقاليد. هذا مسمي الحزام السامي والخمد الذي يوضع بداخله خنجر معقوف بالنسبه للخيال التقليدي. الكميه. ديري قدرة. الكميه. عائلة فلاح. الكميه. كميه كنقولوا كميه. صحيح. خطيرة. تبارك الله عليها. تبارك الله عليها والله العظيم. كيفاش عرفتي هذه؟ بالنسبه انا حيت كان عند جدي وعمامي وداك الشيء كان عندهم الخيل وكنت كنعرف هذا الشيء. ماذا يطلق على زعيم سربت الحركه التقليديه؟ سربت الحركه التقليديه. ماذا يطلق على زعيم سربت الحركه التقليديه؟ عائله فلاح. مقدم. مقدم. صحيح. شو الاسميه عندك؟ مقدم. تقول الحكمه المغربيه شربنا من البير من اللي كان فيه المزين، اما من اللي كثروا فيه اليدين كملوها. سقينا به البهيم ولا غسلنا به النسيم ولا خليناه غير لغسيل الرجلين؟ خلينا غير. عائلة فلاح. خلينا غير لغسيل الرجلين. صحيح. هذا كان على ما كنظن اخر موضوع. نعم كان اخر موضوع. دابا غادي تشوفوا النتائج بالنسبه لمسابقه كويز بلادي.
عائلة شاش جوج ديال النقاط، عائلة فلاح سبعة ديال النقاط. دابا غادي ندوزو للتحدي المجنون ديال البروفيسور، هذا التحدي اللي كيكون خارج البلاطو كيكون صعب شي شويه من التحديات الاخرين، وباش نفهموا ونعرفوا شنو هو غادي نركزوا مع مسيو البروفيسور يفسروا لينا. تفضل اسي البروفيسور. ايوا ركزوا معايا مزيان، غيكون واحد من عائله وجوج من العائله الاخرى. هذاك الواحد اللي من العائله لابس لبسه ديال السومو وهاز في يديه صينيه فيها كيسان ديال الماء معلمين بخط، المطلوب منه يوقف فوق واحد البودره ويتفادى الكرات اللي كيضرب ليه الخصم ديالو في مده زمنيه ديال جوج دقائق. تنقيط غادي يكون على حساب الكيسان اللي الماء ديالهم ما هبطش على الخط، وكل كاس بنقطه. مفهوم؟ مفهوم السي البروفيسور. فهمتوا شنو هو التحدي؟ ها خارج البلاطو، عائله فلاح خصني جوج. شكون غادي يقوم بهذه المهمه؟ جوج، عطوني السميات. حمزه وسفيان. واخا عائله شاش نزار ورياض. خمسه الدين. ودابا غادي نمشيو خارج البلاطو بالنسبه لتحدي المجنون ديال البروفيسور، بقاو معنا. كما كتلاحظوا حنا الان كتواجدوا خارج بلاطو بالنسبه لتحدي المجنون ديال البروفيسور، ومعايا نزار اللي لابس الحوايج ديال السومو كتصعب عليه الحركه، وهاز ديك الصينيه فيها الكيسان ديال الماء في ظرف جوج ديال الدقائق خصو يتفادى الكواري الموجهه من طرف عائله فلاح مستعدين. يلا سيدنا، ثلاثه جوج واحد طوب. يا بيضة، شي الخرانية بيضة، عجبتني هذه الخرانية. تقدر تبقى هزوم ماشي مشكل؟ لا. وافقة تما، وافقة. هادو؟ خاوية. اوكي. تقدر تسود؟ دوزها من تما، أنا اللي كان بغيت تلاح. شوية عليك. اوكي نزار، قول لي وعاود لي على التحدي. اجي هنايا واحد الوقت كنشوفو كنلاحظو بلي راه هو كنتي شويه غوز، شويه وليتي صفر. يعني واش هادشي راجع للكواري اللي كانوا كيجيو فاس؟ كيبان لي عطيتي جاي لك الكره بحال كتدير لها، ولكن كيفاش كتجي فيك الكره ما تتحش؟ لا، هي اثرات الكره، اثرات الكيسان اللي طاحوا، راه ماشي طاحوا ضربوهم. كنت شاد الصينيه ملاصقه مع دونك فاش يتضرب بالكسوه كانت تزعزع، دونك تقريبا حتى شي كره ما جات في ما حنوش فيك تام. ضروري. والو واخا سيدي، دابا نفس التحدي وغادي ندوزو غادي تقلبوا. واخا اوكي، بقاو معنا. نفس التحدي ولكن هذه المره نزار ورياض غادي يوجهوا ضربات بالكره لسفيان.
شوف رياض شحال عنده من عام؟ 8 ايدمي 8 سنين ونص. شوف رياض الا بغيتي تجيب الكواري تعطيهم الباك ما تدوش من قدام الماكينه صافي ديما من اللور ولا الجناب. اوكي يلا مستعدين 3 2 1 عندكم تجيبوا فيا انا كره. ينتهي العداد. مسامحة تبارك الله عليك هود انت يا عرفتي كنتي كدير واحد الحركات كيدير غيرها بحال هكا جا داكشي ساهل انا بان لي جاك داكشي ساهل ياك سفيان. اوكي سفيان عاود لينا على التحدي اجي حدايا وقول لي اجي هنا خارجان ماشي مشكل قول لي كيفاش جاك التحدي انا نقول في بلاصتك راه جا ساهل لا راه ساهل ولكن باش تشد ليكيليبر ديالك في هذه راه كنتي شويه صعيب وخاصك مثلا ما غاديش تشوف ما تقدرش تشوف لتحت فين كاين غدير الخطوه ديال رجلك هادشي علاش كيكون صعيب واحد الوقت مشي يجيب كره ويزعزع كل شيء ياك قلتي لي هبا وراكش غادي نطيح شوف دابا انت راه ما عارفش شنو هما النتائج انتوما ما عارفينش شنو هما النتائج غادي نمشيو داخل البلاطو باش نشوفوا شنو هما النتائج بقاو معنا نتائج تحدي المجنون هي كالتالي عائلة شاش 3 ديال النقاط عائلة فلاح 6 ديال النقاط انت معلم انت معلم احنا قلنا نتعلم والله انت معلم احنا قلنا نتعلم والله انت معلم احنا قلنا نتعلم والله انت معلم احنا قلنا نتعلم تحدي جديد وغادي نعرفوا بسي البروفيسور تفضل التحدي الجاي يا اسماعيل سميتو رمي الدوائر غيكونوا جوج من كل فرقه واحد غيكون عنده بزاف ديال الدوائر في يديه والاخر غيكون فوق راسه واحد العصا المطلوب منهم يخشيو يدفع العصا اللي فوق الراس كل دائره تخشات في بلاصتها بنقطه وما غنفوتش لهم دقيقه ونص مفهوم اسماعيل مفهوم السي البروفيسور فهمتوا شنو هو التحدي سهل بزاف عائله فلاح شكون هما هاد الجوج اللي غادي انا وبشرى انتي وبشرى عائله شاش انا و رياض وايمان واخا مستعدين ان شاء الله نمشيو ونشوفوا التحدي الجديد بقاو معنا تحدي جديد طبيعة الحال ومعايا عائلة فلاح فاطمة وبشرى بشرى اللي لابسة الكاسك وفاطمة هي اللي غادي تلوح هادوك الدواور شوفي خصك تلوحيهم من تما ما تفوتيش هذيك البلاصة الدوارة هذه واخا إلا مشات لك شي حاجة بغيتي تعاودي تجيبيها
تترجعي تما عاد لوحي انت يا فاطمه ابو شرع عفوا خاصك تحاولي تتبعي هذوك الدواور اللي جايين ساعديها واخا حتى نتوما تقدروا تعاونوها قولوا لها لا راه لهاد الجي ولا لهاد الجي ولا لهاد الجي مساعدين ان شاء الله سي البروفيسور تفضل واش موجودات موجودات ثلاثة جوج واحد طوب العداد عندي انا حداد قربوا لي الله يخليكم واخا شوفوا لهذا الشيء بشرى اش كانت كتقول لك فاطمه تقول لي تحناي باش ولكن على ما كنظن ما غاديش نقول كيفاش المهم والو ما جبتو حتى وحده هذا التحدي هل هو صعب ولا سهل شويه التركيز هي ما مقداش معايا باش نلوح ليها الكل قاعده ساكن لا تا دوك بالنسبه للدوائر كل كانوا شويه كبار قدروا شي مشكل تبارك الله عليكم رجعوا الله يسكم الحمد لله ربي يسكم شكرا نفس التحدي مع عائله الشاش بقوا معنا نفس التحدي بالنسبه لعائله الشاش رياض لابس الكاسك وإيمان هي اللي غادي توجه هذوك الدوارات عطيت التعليمات ديالك قولي لي دابا اش خصو يدير المهم الا كانت البوزيسيون مزيانه بقى هكايا والا كانت شويه معذبه غادي تحني شويه راسك باش نرمي صافي يلا رجعوا لبلايصكم شوف رياض ما تفوتش هذاك الخط الكحل يمكن حيت هو غادي تساعدو ما عرفتش سادي سي البروفيسور تفضل موجودين وي ثلاثة جوج واحد طو هبط هبط شوية راسك رياض شوف فيها شوف فيها إيمان اجي حدايا ايمان اجي حدايا رياض دابا راه واقيلا رياض
راه ماشي دار بداك الشيء اللي قالت لي ايمان، ولكن دار بداك الشيء اللي قال لي باه. اش كان تيقول لي باه؟ اش كنتي كتقول لي؟ يبقى فيكس هاكا، هي اللي تقلب على حيت لو بقيتي تزعزع ما غاديش يجيبها. وي تبارك الله عليكم، واحد جوج ثلاثة رجعوا لبلايصكم. ميرسي. دابا غادي نشوفوا النتائج بالنسبة لهذا التحدي. النتائج هي كالتالي: عائلة فلاح صفر نقطة، عائلة شاش ثلاثة ديال النقاط، دابا غادي ندوزو لاخر مسابقه ثقافيه، سباق ال 120 ثانيه. غير باش نذكركم، دابا اللي غادي يفوز في هذا السباق هو اللي عنده الحق في الاختيار التحدي السهل ولا الصعب. صافي اتفقوا عليها من دابا. غادي يظهر امامكم على الشاشه اربعه ديال المواضيع اللي عنده الحق في الاختيار، وعائله شاش الفائزين بالتحدي السابق. مواضيع هي كالتالي: رياضه، ثقافه عامه، سينما وتلفزيون، اغاني. لكم الاختيار، تفضلوا عائله شاش. رياضه كديت شويه ديال الرياضه نزار، شويه ما كاينش الوقت على الخدمه. وي اصلا انتما غادي سي نورمال وليت غطلو الاول جوج ديال الدقائق لكل عائله. الا ما عرفتوش شي حاجه جو باس، الا شكيتي فيها سمع مزيان السؤال، شكيتي فيها نتسناوك ماشي مشكل. تقدر تقول غلط ماشي مشكل. سادين يلا ثلاثه جوج واحد طوب. شحال من مرة فازت مصر بكأس أمم إفريقيا؟ شنو هي؟ مصر ستة. غلط، سبعة المرات. شحال من مدرسة كاينة في لعبة الكاراتيه؟ شوتوكان، كيوكوشين، كايكان. أربعة. غلط، خمسة. شنو اسم النادي اللي فاز ببطولة الأندية الأوروبية ثلاث مرات متتالية من 71 ل 73؟ نعاودها لك. كأس الأندية الأوروبية ولا عصبة الأبطال؟ بطولة الأندية الأوروبية ثلاث مرات متتالية. ريال مدريد؟ أجاكس أمستردام. شنو هو النادي اللي اللاعبين ديالو لقاو مصرعهم في حادثة الطائرة سنة 1958؟ مانشستر يونايتد. صحيح. شنو هي جنسية فريق فرنبخشة؟ تركيا. صحيح. شكون هو آخر فريق فاز بكأس إفريقيا 2015؟ شوي عليك، هذه عارفة أنت. كوت ديفوار. صحيح. شنو هي الدولة العربية اللي حصلت على ذهبية مسابقة كرة القدم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 1987 التي تقامت في سوريا؟ المغرب. غلط، سوريا. شنو هي كنية منتخب السودان؟ باس. طائر الجديان. كأس أمم إفريقيا كتنظم كل شحال؟ كل عامين. صحيح. شحال من مرة استقبلت السنغال كأس الأمم الإفريقية؟ مرة واحدة. صحيح. راي روبنسون هو رياضي في أي نوع؟ راي روبنسون. باس. الملاكمة. شنو هي الوحدة المستعملة في قياس الملاعب الرياضية المختلفة؟ متر. صحيح. كم طول المضمار في سباق ألعاب القوى؟ باس. لا يقل على 400 متر. من الفائز ببطولة الخليج الثانية لكرة القدم؟ العراق. غلط، الكويت. شنو هو أصل رياضة الفيات فوداو؟ صيني ولا فيتنامي؟ فيتنامي. صحيح. شنو هي جنسية لاعب كرة القدم عماد؟ عماد متعب مصري. صحيح. ولكن خارج الوقت. جميل. عائلة فلاح، تفضلوا لكم الاختيار في الموضوع اللي بغيتوا. ناخذوا أغاني. أغاني. لالا كتصنتي الموسيقى؟ شوية. الكلاسيكية ولا الجداد؟ إلا عجبتني الجديد، الجديد أكثر من الكلاسيك. المغاربة ولا الشرقيين؟ شوية وكل شوية. المغاربة. في المغاربة شكون اللي كتفضلي؟ نعيمة سميح. نعيمة سميح. واخا. إلا ما عرفتوش شي أغنية قولوا جو باس، ولكن تصنتوا مزيان باش حيت بعض المرات كتطلع غير الموسيقى عاد كيدخل المغني. إن شاء الله. تسناو تعطوا بشوية عليكم. يلا. ثلاثة، جوج، واحد، طوب. من هناش غير وأنا بقربه، من هناش غير وأنا بجنبه، من هناش إلا أصالة. أصالة صحيح. أيلي أيلي وشاب الراس، أيلي أيلي على وده وده سعد صحيح. يا غزالي حكيم. 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 لا غلط. غلط. أعطينا أغنية أخرى.
ريانا. صحيح ريانا. لو كنت مكانك غلط. دنيا سمير غانم. مجروح ادم. انت ادم. غلط. فضل شاكر. فضل صحيح. ستروماي. يا بنت المدينه شويه عليك يا بنت المدينه. اسماعيل احمد. لا لا غلط. المعطي بن قاسم. صحيح. الشاب مامي. ذاك الزمان اللي جاب غاني. صحيح. غاني. اللي انا في دمش حماقي. حماقي. صحيح. محمد حمائي. لو في رجع بايدي الوقت. ملحن ومغني مروان خوري. صحيح. مروان خوري. الشاب خالد. صحيح. الشاب خالد. أديل. صحيح. أديل. حسين الجسمي. صحيح. حسين الجسمي. سامر حسن. لا لا لا. غلط. حسام حبيب. جبار. جبار. فيل كولينز. وينتهي العداد. واخا سيادة دابا غادي ندوزو لعائلة شاش. مشات أغاني ومشات رياضة، بقات لنا ثقافة عامة. ثقافة عامة. ثقافة عامة ولا سينما وتلفزيون. عائلة شاش كيختاروا ثقافة عامة. استعدوا الله يخليكم. ثلاثة جو غنمشي معاك بشوية. ثلاثة جوج واحد طوب. شنو هي عاصمة السنغال؟ دكار. صحيح. شنو هو نظام الحكم في كندا؟ ملكي. صحيح. شنو هي الدولة التي تحد مصر شرقا؟ السودان. غلط. ليبيا. شحال هو عدد الدول العربية؟ باس. شحال هو باس عدد؟ باس باس. 22. شنو هي عاصمة جيبوتي؟ باس. جيبوتي. شنو هي عملة لبنان؟ دينار. ليرة. غلط. قال هو دينار. غلط. هي الليرة. واحد خصو يعطيني جواب. كان ناخذ الجواب الاول. شكون هو الرئيس اللي سبق جمال عبد الناصر في حكم مصر؟ السادات. غلط. محمد نجيب. شكون هو مكتشف الجاذبيه؟ نيوتن. صحيح. شنو هي العمله القطريه؟ ريال. صحيح. شنو اسم طريقه كتابه فاقدي البصر؟ البرايل. صحيح. 365 هو عدد ايام السنه ميلاديه. سنة سنة البسيطة. شنو هو جمع عندليب؟ عندل. عندل واحد. عندليب. عنادل. 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 شنو اسم ملك إسبانيا؟ خوان كارل. شوية عليك. شوية عليك. باس باس. فيليب السادس. شنو هو الاسم القديم لجمهورية الكونغو الديمقراطية حاليا؟ كونغو برازافيل. غلط. زير. زير. شنو هي جنسية البابا الحالي للفاتيكان؟ إيطاليا. غلط. أرجنتيني. شنو كان المنصب اللي يشغلوا الراحل رفيق الحريري في الحكومة اللبنانية؟ رئيس الوزراء. صحيح. شحال عدد أيام سنة الكبيسة؟ 365. أح تياب واحد. 366. شنو هو أول شهر في السنة القمرية؟ يناير. قمرية. قمرية. عند صفر. غلط. محرم. عائلة فلاح. آخر موضوع وهو سينما وتلفزيون. لالا كتفرجي في التلفازة والسينما. شنو الأفلام اللي كتبغي؟ واش الأمريكية؟ مسلسلات تركية؟ عزيز عليك مسلسلات تركية. مسلسلات مصرية. مسلسلات مصرية. واخا حتى تركية شوية تا طوال. عطي الأتراك في لا تكنيك راه كيطولوا بزاف. هما راه كيبغيو يشدوا باش يبيعوا شوية. كاين ديال ومسلسلات مغربية والو؟ شوية تما بعد المرات. واخ. سينما وتلفزيون. عائلة فلاح. سادو. ثلاثة جوج واحد طوب. ابن القنصل. فيلم مصري بطولة الراحل خالد صالح وأحمد السقا والنجمة سيري صابا.
سيرين صابا؟ لا غادة عادل من شحال من جزء كان مسلسل رأفة الهجان؟ صحيح ثلاثة. شنو هو الفيلم الأمريكي اللي كيحمل اسم مدينة مغربية والمخرج ديالو مارتن كازرتين سنة 1942؟ كازابلانكا. صحيح. شكون هي مخرجة مذكرات مراهقة وخارج عن القانون وامرأة واحدة لا تكفي؟ إيناس ديغيدي. صحيح. شكون لعبات دور البطولة إلى جانب عادل إمام في فيلم بوبوس؟ يسرى. صحيح. شكون هو بطل الفيلم الناصر صلاح الدين؟ الناصر صلاح الدين. أحمد زكي. لا غلط. أحمد مظهر. دكان شحاتة فيلم بطولة هيفاء وهبي و سعد حاجة سعد. صحيح صحيح. شكون هو وحش الشاشة العربية؟ فريد شوقي. صحيح. شكون هما الإخوان اللي كيتعتبروا رواد صناعة السينما في العالم؟ إخوان ليمير. صحيح. شكون هو رائد السينما الصامتة في العالم؟ صحيح. الفيلم المصري البحث عن فضيحة هو فيلم من بطولة ميرفت أمين وسمير صبري و عادل إمام. شنو هي جنسية ممثلة كارمين لوبوس؟ أمريكية. لبنانية. غلط. لبنانية. ظرف طارق فيلم مصري بطولة أحمد حلمي واللبنانية شباص نور. شنو كان أول مسلسل للفنانة فاتن حمامة وكانت فيه مديرة مدرسة؟ شنو كان أول مسلسل للفنانة فاتن حمامة وكانت فيه مديرة مدرسة؟ صحيح. واخا سيدنا غادي نشوفوا دابا النتائج بالنسبة سباق 120 ثانية واللي عنده أعلى نقطة واللي عنده الحق في الاختيار تحدي السال أمس الصعب. عائلة شاش 13 نقطة. عائلة فلاح 19 نقطة. ثم اللي عندكم الحق في الاختيار دابا غادي نشوفوا شنو هما التحديات السهل والصعب. سي البروفيسور تفضل. إوا سمعوني دابا وسمعوني مزيان. تفضل. التحدي السهل أو التحدي الدائم غادي يكون عندنا ثلاثة القراعي فوق كل قرعة أوراق ديال الكارطة. المطلوب من كل متباري أنه يحاول يوصل الكارطة الحمراء اللي تحت الزرقاء ولكن بطريقة خاصة هي ينفخ عليها. إلا طيحهم مرة واحدة ماشي مشكل يقدر يمشي للقرعة الثانية ولكن إلا طيح الأوراق جوج ديال المرات غيكون مقصي أي أنه خاصة يوصل جوج المرات الأوراق الحمرين في ظرف دقيقة ونص. هذا سهل. أما الصعيب المتباري خاصو يطلع الطابي غولون ويلبس الحوايج كاملين اللي في الشبكة باش تحسب ليه نقاط المسابقة وهذا في ظرف دقيقة وعشرين ثانية. وكمعلومة نزيدها اسماعيل والعائلة بجوج هذا التحدي الصعب عليه 15 نقطة. عائلة فلاح هما اللي عندهم الحق في الاختيار من ويلا هما كيتشاوروا ما عرفوش اش غادي ياخذوا دابا هما اش كيديروا كيديروا الكالكول في الراس ديالهم يشوفوا واش كاع داكشي اللي دوزوا يسمح لهم انهم واخا الا دازوا من التحدي يقدروا يربحوا. وعائلة شاش الأعصاب ديالهم حيث ما غادي تفرض عليهم التحدي واش غادي يكون سهل واش غادي يكون صعب حيت إلا جا صعب غادي يقوم به السي نزار. نزار ما بغاش يجري فوق الطابيه ولكن إلا تفرض عليكم ما عندكم ما ديروا. عائلة فلاح لكم الاختيار السهل أم الصعب؟ 10 ولا 15؟ سهل. سهل. شكون غادي يقوم؟ نزار شوف فيها عائلة فلاح شكون غادي يقوم بهذه المهمة؟ سفيان. عائلة شاش تفرض عليكم التحدي الصعب خاصني جوج ديال الناس واحد غيعطي الحوايج واحد خاصو يلبسهم علما انه خاصو يكون كيجري فوق الطابي غولون بواحد السرعة فائقة. شكون اللي غادي يغامر؟ ما تقولش لي ما نزار. انت نزار غادي نمشي وتشوفوا التحدي الأول. بقاو معنا. معنا سفيان من عائلة فلاح كان عندهم الحق في الاختيار اختاروا التحدي السهل. ثلاثة القراي باكية ديال الكارطة باكية ديال الكارطة باكية ديال الكارطة كله بزرقين وسط منهم واحدة حمراء خاصني نشوف جوج ديال المرات الحمر صافي خاصك تبقى تنفخ تتوصل الحمراء. إلا طيحتي مرة شي مشكل جوج المرات مشات عليك. دقيقة وعشرين ثانية. سفيان مساعد مساعد يلا سي البروفيسور تفضل. سفيان نفخ بشوية ثلاثة
جوج واحد طو. معك للأسف. مالك زربان غير بشوية عليك، شتكتي زربان؟ واش ستريس ولا كتقول واقيلا الوقت قيسالي؟ أنا شفت هادي طاحت صافي. ديموراليزيتي. ماشي مشكلة سيدي، رجع لبلاصة كنصفو عليه الله يخليكم. دابا غادي ندوزو للتحدي الصعب. إلى تشاش نزار وسومية مستعدين؟ نمشي ونشوفوا التحدي الصعب. معايا نزار من عائلة شاش وسومية، هما غادي يدوزوا من التحدي الصعب. سومية مطلوب منها أنها تعطي الحوايج لنزار راجلها، ولكن شوفي ما تقيسيش الحوايج بيديك. إلا تلاحت شي حاجة على برا تاخديها وديريها وسط الشبكة، ديري بحالكم صافي. الا عطيتي شي حوايج شي حاجه بيديك ولبسها ما محسوباش، دونك ناخذ من الشبكه من الشبكه. والا انت كنتي كتلبس شي حاجه وخرجتي من تما ما تلبسش على برا حتى ترجع للداخل، صافي تفهمنا؟ اش بان لك؟ واش كاينه السرعه؟ بزاف بزاف. اوكي سي البروفيسور تفضل. عندك تجيب الربحه نزار. ثلاثه جوج واحد طوب. تنعرف انت كتفرج في عائله ضد عائله، قلتي لي دخلتي الانترنت وشفتي بزاف ديال الحلقات، ما تفاجاتيش فاش شفتي السلهام؟ تفاجئنا فريمون. سيت سلهام ونسيت. لا راه جديد السلهام. جديد. هو نسى هاد الشكاره اللي تديرو نساها. حتى انا راه جيت نقول له هكا ونساها في مره. في الاول قلتي لي لا هادشي زربان زعما لا موحاش نديرها. لا اللي ينفعني هادي قبل واحد الشهر كنت ندير لاصال وكنت نلعب بزاف طابيغونو. يمكن داكشي علاش جاتني ساهل. انا نخليك ترتاح سير. واش هاد الشيء غادي يغير من النتيجه؟ حنا ما عارفينش النتيجه. 15 نقطه كتزاد لكم، صفر نقطه ما نجحتوش في التحدي. النتائج هي كالتالي، دابا غادي نعرفوا شكون هو الفائز. عائلة فلاح 32 نقطة. الشاش 39 نقطة. عائلة فلاح اليوم كتحتلوا مرتبة ثانية قسيمة شراء بالقيمة ديال 5000 درهم. عائلة شاش نزار 10000 درهم.
سي البروفيسور تفضل كلمه اخيره. وما خليتو لي ما نقول تبارك الله عليك، تبارك الله عليك نزار وعائلتك، وتبارك الله على هذا الجمهور، وتبارك الله على المشاهدين. نتمنى نشوفكم الاسبوع المقبل، مع السلامه. شكرا.